ولهذا ينبغي على الناس أن يحققوا هذه العقيدة فلا ينظروا إلى غيرهم. فلان مثلا غني فيحسده، يا أخي هذا كتب ما كتبه الله له، وهذا قدر الله له، وهذا فضل الله عليه، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا مسؤول، هذا كبير، هذا صاحب جاه، هذا فيه وهذا فيه، ولا ينظر إلى أهل المصائب. فينبغي للإنسان أن إذا متى ما حقق هذه العقيدة يشكر عند النعمة ويصبر عند المصيبة، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. كتب الله لك الوظيفة وكتب الله لغيرك الوظيفة، أعلى أقل، الشهادة، المنصب، الأولاد، الزوجات، كل ذلك في كتاب. ولهذا ينبغي على الناس أن يحققوا هذه العقيدة فلا ينظروا إلى غيرهم. فلان مثلا غني فيحسده، يا أخي هذا كتب ما كتبه الله له، وهذا قدر الله له، وهذا فضل الله عليه، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا مسؤول، هذا كبير، هذا صاحب جاه، هذا فيه وهذا فيه، ولا ينظر إلى أهل المصائب. فينبغي للإنسان أن إذا متى ما حقق هذه العقيدة يشكر عند النعمة ويصبر عند المصيبة، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. كتب الله لك الوظيفة وكتب الله لغيرك الوظيفة، أعلى أقل، الشهادة، المنصب، الأولاد، الزوجات، كل ذلك في كتاب. ولهذا ينبغي على الناس أن يحققوا هذه العقيدة فلا ينظروا إلى غيرهم. فلان مثلا غني فيحسده، يا أخي هذا كتب ما كتبه الله له، وهذا قدر الله له، وهذا فضل الله عليه، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا مسؤول، هذا كبير، هذا صاحب جاه، هذا فيه وهذا فيه، ولا ينظر إلى أهل المصائب. فينبغي للإنسان أن إذا متى ما حقق هذه العقيدة يشكر عند النعمة ويصبر عند المصيبة، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. كتب الله لك الوظيفة وكتب الله لغيرك الوظيفة، أعلى أقل، الشهادة، المنصب، الأولاد، الزوجات، كل ذلك في كتاب. الحمد لله.